اهتزت بلدية الولجة في دائرة بير العرش ولاية سطيف على وقع العثور على شخص محروق مكبل اليدين والأرجل داخل الصندوق الخلفي للسيارة السياحية من نوع 206 تحمل ترقيم ولاية ميلا، حيث أضرمت فيها النار صبيحة اليوم دقائق قبل أذان الفجر، حيث تم فتح تحقيق معمق لتحديد ملابسات هذه الجريمة وإحالة الجثة على التشريح للتأكد من هويتها. فارس شيب رصد لنا تصريحات. جويه ثلاثة تاع الصباح كان يجمع شفت عيان تسمى من البعد شافوا النار بصح ما جاوش نقولوها، حتى قالوا لنا باللي راهي صباح راهي صباح الطوموبيل طرواسان سيسي لهنا محروقة وفيها واحد محروق بين مرأة ولا بين راجل مازال ضرب، حتى تسمى ما شفناش تسمى ما اكتشفناش علاش يقولوا له الطوموبيل كانت 43 من امتاجنانت. لقاو الطوموبيل محروقة 206 43 فيها شخص مجهول الهوية، شعلت في الليل هنايا الصباح حتى جاو جماعة باش شافوها خبروا الدرك وداروا لونكي تاعهم، مازال ما تعرفوش على الجثة اسكو مرا ولا راجل، والله ما عرف اخويا والله صدمة. البلاصة هذه راهي هي الخرجة تاع الولجة دوار المهري، هي ماشي قريبة لدوار المهري وشي وجات بين دوار تاع المهري والولجة بلدية الولجة.